بالنسبه للتذاكر كتعرف واحد ارتفاع في الاثمان خصوصا في هذه المناسبات، مناسبة العطلة المدرسية ولا الأعياد ولا ذاك. المهم أنا فجيت المحطة لاحظت واحد كارتفاع في التذاكر. أولا كاين الاكتضاض وكاين هذا المشكل ديال ارتفاع في التذاكر. ممكن نطالبوا من تكون واحد المراقبة دورية للأسعار باش التذكرة تبقى في الثمن العادي ديالها في الأيام العادية والأيام. السلام عليكم. هاد الناس هادو في المحطة اللهم إن هذا منكر. حنا كنمشيو ب 40 درهم 50 درهم اليوسفية، دابا دايرين 80 درهم. بغينا نشوفوا هاد الشيء منين جا. هاد الناس هادو راه اللهم إن هذا منكر، راه 80 درهم كيقطعوا اليوسفية وأكادير وطنطان يعلم الله بشحال كيقطعوا. أنا كنهضر على اليوسفية كيقطعوا ب 80 درهم دوبل. وهاد الشيء اللي كاين أخويا أصحاب الكيران ومن لاجونس ماشي من عند مارشي نوار ولا انا راه كيبان كتبان لي هذه راه ماشي ولات محطه، راه ولات سوق سوداء. هذه راه ما بقاتش محطه، راه ولات سوق سوداء. راه ولاو هاد الناس هادو راه اللهم انا منكر. انا كناشد المسؤولين يجيو يشوفوا هاد المحطه ويديروا واحد المراقبه سريه ويشوفوا الثمن ديال التذكره شحال كدير. الاثمنه من ناحيه الاثمنه، لا الاثمنه ارتفعت. نهار السبت ما كانوش كيران، كانوا غايبين مع سيدنا، كانوا شادين الكيران زياره ملكيه دوك فهمتيني، والكيران ما كانوش. ودوك الكيران اللي هذا تيمشيو من هنا عامرين وتيجيو من اللي خاوين تزاد الثمن في التذكره واحد 10 دراهم ولا 15 درهم في التذكره. بالنسبه لي انا خويا انا كنت غادي لدمنات، ندوز من مدينه الدار البيضاء لدمنات، مولفين كنقطعوا ب 60 درهم، لكن هذا النهار هذا جينا لقيناهم انهم 100 درهم، رغم على انه حاولنا نيغوسيو معاهم باش ينقصوا لنا الثمن شي شويه، قال لك يعني لا بغيتي تركب ركب، ما بغيتيش انك في استطاعتك تبقى كتسنى، وحنا يعني رغم عن ذلك حنا مضطرين انه نمشيو باش ما نبقاوش حاصلين في المحطه، رغم اننا ما راضيينش على هذا الوضع هذا، اذا سواء في هذه المدينه او في مدن اخرى، يعني خص يكون تدخل ديال المسؤولين بالنسبه لهذه النقطه هذه بالضبط، ويحددوا الاثمنه يعني تكون محدده في وثائق رسميه. باش انه المواطن ما يتضررش من هذه العشوائيه هذه اللي كتخبط فيها المحطه الطرقيه، ومفروض عليك انك تمشي معاهم ولا راك غادي تبقى حاصل في المحطه. هو ارتفاع صاروخي في الاثمنه، وصراحه هنا كيدل على المسؤولين غايبين، لحقاش الاثمنه هنا صاروخيه بزاف، والناس اللي دراوش راه محال واش يقدروا يقطعوا لي بي. مثلا انا المولف كنقطع بواحد 68 درهم، دابا وليت كنقطع 100 درهم. وكنتمنى من المسؤولين تدخلوا باش يعالجوا هذا المشكل اللي كيتفاقم بزاف ايامات العطل. ما تنساش تابونا في لاشين وتاكتيفي الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.